اشاعات كتقول بان كيليان بابي بانه ما غاديش يلعب في المنتخب الفرنسي بسبب تدوينه اللي دار، ولكن غلط. السبب ديال الاستبعاد ديال المدرب الاسباني لكيليان بابي انه مصاب، والناس عشاق ريال مدريد عارفين بان كيليان بابي ما لاعبش حتى في الريال. داكشي علاش كيليان بابي ما كاين حتى شي سبب، كيف ما قالوا شي وحدين الله يهديهم، من اجل خلق البوز ونشر الاشاعه بغاو يقولوا هذه المقوله. ولكن كيليان بابي بالعكس متشبش بالمنتخب المغربي، وكاين حتى المنتخب الفرنسي، وكاين اللي قال لا بغا يمشي يمثل المنتخب الكاميروني. اش كتقولوا؟ الله يهديكم، ردوا البال الاقوال ديالكم. بصح غير كره، ولكن راه كاينين الناس زعيم كره وكيبغيو اخبار تكون حقيقيه ماشي كيف ما كتنشروا يا جماعه الكتابه. المهم ما كاين حتى شي حاجه من الاشاعه، وان شاء الله ملي غيتعافى راه اكيد غيبان لكم لاعب في ريال مدريد. وصلنا لنهايه الحلقه، تهلاو.